صمم المتحف الفلسطيني ليكون علامة معمارية عصرية. يتحاور مبنى المتحف مع السلاسل التي تمتاز بها التلال من حوله، كما تحيط به سلسلة من الحدائق التي تحتضن مجموعة من نباتات البيئة الأصلية لفلسطين، متجاورة مع مجموعة أخرى من النباتات والأشجار الوافدة التي دخلت فلسطين نتاجاً للتفاعل مع الحضارات المختلفة التي مرت بها. في شهر نيسان 2013 وضع حجر الأساس لمبنى المتحف الفلسطيني، وفي أيار 2016 اكتمل البناء ودشن المتحف الفلسطيني فاتحاً أبوابه أمام الجمهور. بعد عام فقط على افتتاح مبناه، حصل المتحف الفلسطيني على الشهادة الذهبية للريادة في تصميمات الطاقة والبيئة ليد من المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء. يعتمد البناء الأخضر في تصميمه على إجراءات وتقنيات بناء تراعي البيئة والاستدامة، بالإضافة للفوائد الاقتصادية والاجتماعية، ذلك خلال دورة حياة المبنى، بدءاً من اختيار الموقع مروراً بعملية التصميم والإنشاء وصولاً لمرحلة التشغيل. المتحف الفلسطيني هو أول مبنى في فلسطين وأول متحف في الشرق الأوسط، وواحد من 14 متحفاً حول العالم يحصل على الشهادة الذهبية للريادة في تصميمات الطاقة والبيئة ليد. وأخذاً بعين الاعتبار لمحيطه البيئي والظروف والتحديات الموجود ضمنها الموقع كشح المياه مثلاً، بني المتحف ليكون مساهماً إيجابياً للبيئة المحيطة، وجمع 61 نقطة بدءاً من عملية بنائه وحتى تدشينه، محققاً بذلك متطلبات الشهادة الذهبية حسب تصنيف الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة ليد. هناك 7 معايير أخذت بعين الاعتبار عند تصميم وبناء وتشغيل المتحف الفلسطيني، ذلك وفقاً لنظام ليد. المعيار الأول استدامة الموقع. حقق المتحف هذا المعيار بدءاً من اختيار الموقع بناءً على معايير محددة، وباعتماد استراتيجيات في التصميم تحد من التلوث الناتج عن أعمال البناء، وكذلك وصولاً للاعتماد على المواصلات البديلة عن طريق توفير المواصلات العامة واستخدام سيارات صديقة للبيئة، والاعتماد على النقل الجماعي وزيادة القدرة الاستيعابية لمواقف السيارات، بالإضافة إلى توفير نسبة عالية من المساحات الخضراء تمثلت بالحدائق وتجاوزت 50%، واعتماد استراتيجيات لمياه الأمطار بما يراعي ضبط الكميات وضبط الجودة، بالإضافة إلى استراتيجيات تقليل حرارة الأرض وانعكاساتها السلبية من خلال تغطية سطح المبنى بالحجر الطبيعي الأبيض. المعيار الثاني كفاءة استخدام المياه. ولأن المتحف الفلسطيني موجود ضمن بيئة تعاني من تحديات بيئية أهمها شح المياه، كان لابد من اعتماد تقنيات وطرق حديثة لترشيد استهلاك المياه في المبنى، وصلت لما يقارب 50%. المعيار الثالث الطاقة والغلاف الجوي. ضمن هذا المعيار ساهم تصميم وبناء وتشغيل المتحف بتوفير استهلاك الطاقة والحفاظ على الغلاف الجوي عن طريق عدة طرق، بدأت مع استدامة الموقع ومنذ اللحظات الأولى للتصميم والبناء، حيث تم استخدام طاقة بديلة في البناء، ومن ثم كانت المساهمة بتحسين أداء الطاقة بشكل عام وتطوير أداء الطاقة في المبنى، ومن ثم تقويم هذه العملية عبر القياس والتدقيق للتأكد من الحفاظ على الطاقة، وكذلك التدقيق الشامل للأجهزة ونظام تشغيل البناء. إن الطرق المذكورة جعلت المتحف مبناً رياديًا يحد من الاحتباس الحراري، ونموذجًا خلاقًا لاستخدام الطاقة الخضراء البديلة والتشجيع على استخدامها. المعيار الرابع المواد والمصادر. لتحقيق هذا المعيار كان لابد من تحقيق نقاط محورية بخصوص إعادة التدوير، مثل جمع وتخزين كل المواد القابلة لإعادة التدوير، وكذلك إدارة نفايات البناء من خلال تحويلها من الإتلاف في المكبات إلى مواد قابلة لإعادة الاستخدام، وكذلك تم استخدام مواد ذات محتوى معاد تدويره بنسبة 32% في عملية بناء المتحف، وهو الأمر الذي تكامل مع فكرة استخدام مواد بناء من مصادر قريبة إقليمية للتقليل من التكلفة والتلوث الناتج عن عمليتي النقل والشحن. المعيار الخامس مراعاة جودة البيئة الداخلية للبناء.
وعود على بدء. حرص المتحف على التكامل مع بيئته المحيطة والحفاظ عليها والتكامل معها عبر مراعاة جودة البيئة الداخلية للمبنى، وحقق ذلك عن طريق توفير هواء نقي كاف اعتماداً على أنظمة تهوية وتكييف ميكانيكية، والحفاظ على جودة الهواء الداخلي أثناء مرحلتي البناء والتشغيل، واستخدام مواد قليلة الانبعاثات داخل المبنى. ترافق هذه النقاط تدفئة والتهوية والتكييف الذي كان وفقاً لمتطلبات الشروط البيئية الحرارية للإشغال البشري، وتم كذلك تركيب أنظمة مراقبة دائمة لضمان فعالية النظام الحراري داخل المبنى وتقييم الأداء بعد فترة من تشغيله. تبنى المتحف سياسة منع التدخين داخل أروقته وتوفير أماكن خارجية خاصة بالمدخنين. المعيار السادس، الإبداع وعملية التصميم. نقاط إبداعية حصل عليها المتحف الفلسطيني: أداء مثالي لاستخدام مواد من مصادر إقليمية قريبة، فرز وإعادة استخدام المواد خلال فترة الإنشاء، زيادة المساحات المفتوحة بنسبة تجاوزت 40%، استخدام المتحف كمركز للتعليم حول الأبنية الخضراء، اعتماد سياسة تنظيف صديقة للبيئة، توفير خبير في نظام الريادة للطاقة والبيئة في مختلف مراحل البناء. المعيار السابع، الأولويات البيئية حسب المنطقة الجغرافية. حقق المتحف نقاطاً إضافية من خلال مراعاته لظروف المنطقة التي وجد فيها، وكون فلسطين تعاني من أزمة في المياه والطاقة، كانت الأولويات الإقليمية كالتالي: كفاءة استخدام المياه في الزراعة، تقنيات إبداعية لمعالجة المياه العادمة، تقليل استهلاك المياه، التدقيق الشامل لأنظمة الطاقة وكفاءتها بالمشروع. المتحف الفلسطيني.